هذا اليوم للأسف تلقينا نداء الساعة 4:15 نفاده حادث مبرور أليم بين شاحنة نقل المسافرين وسيارة خفيفة من نوع هينكس كاتكات هينكس. الحادث هذا سجل على مستوى قرية قتول 20 كيلومتر على مدينة دمنهورست. الحصيلة الأولية وغير النهائية عندنا ستة، احنا تم نقل 12 ضحية، وكما تم تسجيل 34 ضحية متوفاة بعين المكان. الآن على مستوى المستشفى سجلنا وجود ستة ضحايا أو مصابين بمختلف الحروق والجروح، موجودين على مستوى مصادر الاستشارات، واثنين ضحايا موجودين على مستوى مصلحة الإناث.